فيها طب الياف السحور بقى وفيها هاكل كل ايه بالليل عشان ما اعطش وفي نفس الوقت انا مش عايزه اجوع، اعمل ايه بقى؟ تمام. لو هنيجي نتكلم بقى في المجمل، لما تيجي تقولي مثلا وجبه سحور يبقى فيها حاجه زي الفول، نوع من انواع البروتينات برضو والبقوليات، وزي ما قلت لك الفول ده بيفضل مركون في المعده مده طويله. البيض نوع من انواع البروتين برضو مهم جدا يبقى موجود على السحور، وزي ما قلت لك الزبادي والعيش. نحاول بقدر الامكان نبعد عن الحاجات اللي فيها تحمير، في حاجات اللي فيها زيت، لان دي مؤذيه جدا وبتركن كتير، يعني تتخزن على طول تحول لفات.